عجينة المايونيز اللي كنت حضرتها معكم مقبل في فيديو سابق رمضان اللي فات، اليوم غادي نعاودها ولكن بحشوة مغايرة. بالنسبة اللي ما شاهدش الفيديو تاع عجينة المايونيز، غادي نخليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وكذلك في التعليقات متبت، هكا باش تدو مقادير الوصفة تاع العجينة والحشوة كذلك. ننصحكم باش تجربوها لأنه الذوق تاعها بنين بزاف بزاف. فهنايا كما راكم تشوفوا، هنايا حضرت العجينه وصورت معكم طريقه كيفاش تحلي العجينه وترقيها، يعني لازم ترقيها مليح وتجيبي اي حاجه تكون مدوره عندك. المره اللي فاتت كنت حضرتها صغيره شويه، يعني الحجم تاعها كان متوسط، اما في هذه المره فعملت الوصفه بحجم كبير، فهمتوني؟ فانتي لك الاختيار، تبغي ديري حجمها صغير ولا كبير. وبالمناسبه انه هذه الوصفه يعني مليحه بزاف للضياف يجوك هكا، وكذلك للعرضات للمناسبات، حتى انه تحضريها لعائلتك هكا في العشاء. وهنايا الحشوه غادي نحط فيها فقط المرقاز بعد ما قليته، وكذلك الفرماج. هذا الفرماج شباب بزاف يعجبني، الذوق تاعه جي كيما الكومومبير، خاصه اللي يحبوا الكومومبير ننصحكم باش تشرو هذا الفرماج، يعني شريته هنا قل 26 ميل. المهم هذا الجبن يكون طري للطلاء كما راكم تشوفون، نحط شويه مع المرقاز ونغلق. بالنسبه للشكل كيما تبغي، تبغي تغلقي عليها على شكل مرقازه كيما راكي تشوفي بهذا الشكل وتلوي، واذا نسيتوا اللايك من فضلكم ديرونا لايك للفيديو وبارطاجوه مع صحاباتكم واخواتاتكم والعائله تاعكم، هكا باش تعم الفائده على الجميع. تقدري تخدميها بالشكل اللي راكي باغيته، تقدري تلويها على المرقاز تخدميها على شكل سيجار، او تقدري تخدميها على شكل شانسون، ولكن الاهم انه ترقيها وما تغلطيهاش بهذا الشكل. نبلعها مليح باش ما تنتحليش، يعني الحشوه تاعها سهله ما تاخذ منك لا وقت لا حتى حاجه. هنا بعد ما كملتهم نجيب البيض نضربها مليح، كل ما تضربيه مليح كل ما يقطع لك غايه، يعني ما يكملش بالخف، يقضي لك كامل الحبات اللي عندك. بعد كده نحطهم في الخبز اليابس المطحون، يعني لا شابلور. وبالنسبه لكميه العجينه تقطع لك كميه كبيره كبيره بزاف، يعني توكل حتى العائله وضيوفك وجوارين. فهذه الكميه الاخيره اللي بقات لي، كنت حضرتها اول امس، يعني لو البارح والبارح واليوم. كل ما تبقى لك العجينه لويها في بورصه دسيها في الثلاجه، وبعد الغدوه من داك جبديها عاودي حضري منها، اذا بقات لك عاودي ردي في الثلاجه. وبعد مرور 15 دقيقة كنت وجدت الزيت يحمى، بعد ما يحمى الزيت نحط الحبات تاعي في الزيت بهذا الشكل ونكب عليهم، كب عليهم الزيت حتى ينتفخوا هادو الحبات بهذا الشكل ويجوا خاويين من الداخل وخفاف. وبعد ما تتحصلي على هذا اللون الذهبي وشوفي كيفاش انتفخت معنا، تكون واجده نخرجوها ونحطها جانبا، ونرافقوا معها واحد الصلصه تاع المايونيز اللي خلطتها مع شويه تاع هريسه وموطارد. الموطارد هو الخردل والهريسه هي الشطه نورمالمون
الشطه بالمصريه ولا المهم هنا كما راكم تشوفوا مائده العشاء اصبحت جاهزه، وهذه الحبات ننصحكم بتجربتهم لانه بنان لدرجه ما تصوروهاش، خاصه كي تخلطيها مع هذه الصلصه اللي حضرتها. سمع سمع بزاف بنينه ومشخه ومدخ، واش راكم تقارعوا؟ يلا نودي روحي شي مايونيز الا ما كاش عندك، روحي جربي الوصفه يلا بدون اطاله، ما تطولوش على هذه الوصفه لانه بنينه بزاف بزاف، فما تخمي ما دوري راسك لهاك لهاك، روحي ديريكتومون للتعليقات تحت تلقي الرابط تاع الوصفه، روحي جربيها وردي عليا اوكي، متاكده غادي تعجبك. يلا بسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، باي.